متتبعي قناة أنفاس باريس، اليوم 4 فبراير 2022 مجلس مدينة الدار البيضاء يعقد دورته العادية لشهر فبراير. من بين النقاط الكثيرة اللي معروضة على أنظار مجلس مدينة الدار البيضاء اليوم 4 فبراير 2022، النقطة المتعلقة بالنزع الملكية لما يصطلح عليه سكان مدينة الدار البيضاء بمزبلة أمريكان، من أجل يعني إحداث واحد منتزه ترفيهي وحدائق في هذه المنطقة اللي هي في حاجة كبيرة لمثل هذه المشاريع هذه. ولكن واش القضية سهلة بهذه الطريقة هذه؟ واش مجلس مدينة الدار البيضاء عنده الفلوس باش ينزع هذه الملكية؟ واش المالكين الحقيقيين لهذه الأراضي غادي يوافقوا من أجل نزع الملكية ديالهم؟ من أجل البحث عن الجواب عن هذه الأسئلة هذه، أنفاس باريس استفسرت مجموعة من المنتخبين، أجي نشوفوا أش قالوا في هذه القضية. هذه النقطة هذه صراحة نقطة مهمة نظرا للطابع ديالها الاجتماعي الصرف. احنا في حاجة ماسة إلى تحويل هذيك المنطقة، وهي بالمناسبة هي حسب تصميم التهيئة هي منطقة خضراء إلى منتزه وفضاء أخضر اللي يستافدوا منه الساكنة ديال سيدي بوم، لأن عندنا معاناة حقيقية مع هذا الصنف ديال الاحتياجات الاجتماعية. بطبيعة الحال احنا في اتجاه أننا نصدقوا اليوم على نزع الملكية ديال هاد التيتر هذا، لان فيه تقريبا حوالي 12 هكتار باش حتى يتسنى لكازا بيئة شركة التنمية المحلية اللي معطيها هاد المشروع باش دير هاد تقييم هاد المشروع هذا. والعملية هي عملية صحيحة وقانونية، علاش؟ لأننا بقينا كننتظروا حتى دار شي أمور اللي بالتراضي او عن غير التراضي مع الناس اللي هم اصحاب الملك يمكن نوقعوا في شي اخطاء قانونيه، ومنها الاعتداء المادي على هاد التيتر هذا اللي سنوات عشرات السنوات هو يتم استغلاله. كما كيعرف الجميع هذيك الارض اللي بما كانت كتسمى بزباله امريكان، وهذيك الارض اولا بعدها هي ممنوعه من التعمير، ما يمكنش يكون فيها مباني، ما يمكن يكون فيها الا اسباس فيغ. اذا حتى المالكين ديالها راه عارفين ما عندهاش اون فالور اللي كبيره، وبالتالي المجلس قرر باش غادي ندير نزع الملكيه. واني اول حاجه راح نخدمين مع المالكين باش يمشيو بالتراضي والتفاوض، يعني مفتوح المفاوضات مع المالكين، فاتحين المفاوضات والحوار مع المالكين ديال هذوك الاراضي، لانهم 17 بارسيل، دونك كل شيء غيمشي بالتراضي، والثمن راه معروف ما غاديش ينقصوا لهم زعما الادنى او الاقصى، الثمن اللي معقول واللي كيساهموا فيه الجميع وما فيه من فعل مدينه الدار البيضاء. الاهداف هما خلق منتزه متكامل يكون فيه فضاءات رياضيه ثقافيه سوسيو رياضيه الى اخره، هذو هو الاهداف. بالفعل ان اليوم الجماعه ديال الشرع في اطار نزع ملكيه ديال بعض العقارات حسب تصميم التهيئه، فالمنطقه هي مساحه خضراء، وبالتالي ان واحد النسبه كبيره الجماعه تملك على الشياع واحد جزء نسبه مئويه، والعملية ديال اقتناء العقار هي في طور التفاوض مع الملاكين لإنجاز المشروع. المشروع ما يتم الإنجاز ديالو إلا بعد اقتناء العقار. ولكن البعض يقول ان دائما المدينه الدار والمجلس على مدينه الدار تيشكي، تيقول لك ما عنديش الميزانيه كبيره، ما عنديش الاموال، وكيفاش غادي تنزعوا الملكيه؟ لا شوف، كتعرف بلي كاين هادو ما كيتسماو دي بروجي ستركتيرو، وحتبين على اليوم هذيك واش غنقدروا نخليوها هكاك، راه هادو من الضروريات من الاولويات اللي خاصنا باشرون في هاد الولايه هادي، ولا سيما المطارح، لان كتشكل خطر على المواطنين وعلى البيئه وعلى و و و و هاد المساله طرحت في لجنه التعمير مؤخرا، واش كاين الامكانيات الماديه للاستيفاء بهذه الاغراض ديال نزع الملكيه. على كل المداخيل حسب التقارير اللي كتوصلنا من خلال المكتب انها نزلت بحوالي 40%، ممكن انه ندير واحد الترتيب ديال الاولويات، نبداو ندير واحد السلم ديال الاولويات، نبداو باللي مهم في الاهم في المهم والتموجيين،
وعلاش لا اننا نقيموا هاد القيمه اللي غادي تفرضها النزع الملكيات. وهذيك الساعه راه المجلس له كامل الصلاحيه باش يقدم هذه ويوخر هذه، وهاد التسويق هذا راه خصو يكون من باتق من حتى تصور عام ماش باغي المدينه ديال الدربيضه، خاصه اننا حنا في حد نظام ديال وحده المدينه اللي خصنا نوازنوا بين المجالات وتكون واحد العداله الاجتماعيه في تقسيم المكاسب وتقسيم الخدمات والمصاريع للمواطنين البيضاويين. لا ملي كنتكلموا على نزع الملكيه ما كنتكلموش على نزع الملكيه ديال العقار وسط مدينه الدار البيضاء، هادو اللي كتواجد في الضاحيه ديال مدينه الدار البيضاء، وبالتالي راه هي كتدخل في اطار ما بين سيدي مومن سيدي عثمان هذا، ولكن انطلاقا من تصميم تهيئه. تصميم تهيئه هو ربما هو الحافز اللي خلى الجماعه انها غادي تقتني هذيك الارض، واللي غادي يخلي ان الملاكين انهم يقبلوا حتى العرض، ولا لان كاينه لجنه ديال التقييم اللي غادي يكون تتراسها العماله اللي تقيم العقار، وبالتالي الا كان هناك تراضي راه هذا ما نتمناه، وإذا كان هناك شي طرف اللي ما قبلش راه كاين الجهات الفضاء الاطارات اخرى اللي يمكن نمشيو لها. البعض تيقول بان القضيه ما تكونش سهله، علاش؟ لان هناك بعض المالكين تاع الارض غادي يرفضوا المساله، ما يقبلوش القضيه تاع النزع الملكي. وكان بدنا اننا ندخلوا في حاله في اتجاه حبي لنزع هذه القضيه هذه وحلها ونزع الملكي نخليه هو الاخر. ولكن بما ان عدى تقريبا حوالي واحد 10 الملاكات مايا، فلحد الساعه الامور ما غاداش في اتجاه ديال انك تجمع الناس كاملين وتفاهم معاهم، غنديروا المسطره الاولى ديال نزع الملكيه. وبالمناسبه راه في الجهه الاخرى من طرام لهيه في اتجاه مولاي رشيد وقع نزع ملكيه ديال واحد الامتداد ديال هاد المزبله هذه، وراه الان فيها تجهيزات اللي كتنعم بها الساكنه ديال مولاي رشيد. اذا نزع الملكيه ماشي شي حاجه اللي هي بيزه شي حاجه غريبه ولا شي حاجه، هذه مساله قانونيه في اطار اننا نمكنوا الاستفاده الاجتماعيه للساكنه ديال سيدي مومن اللي هما في حاجه ماسه لهذا القطاع هذا، لهذا العنصر الترفيهي.